بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله رجعنا تاني بعد كورونا برحلة شعبان رمضان. كان زمان في بداية الفيديو بنصور من قدام الشركة هوت، بس كان بتبقى الباصات واقفة قدام الشركة. للأسف في الظرف الاستثنائي اللي احنا فيه ده، السفر خلاص 15 واحد، فاحنا من المحافظات طالعين بميكروباص من بورسعيد، وإن شاء الله تابعوا معانا بقية الرحلة من مطار القاهرة بإذن الله. الحمد لله وصلنا مطار القاهرة الآن، المطار الجديد لخطوط السعودية. تابعوا معنا باقي الرحلة إن شاء الله. الحمد لله خلصنا إجراءات الطيران في المطار الجديد، والشنط انتهينا من الوزن الحمد لله، وعملنا ختم الخروج. المطار الجديد لخطوط السعودية في القاهرة ما شاء الله حاجة مشرفة يعني. في الطريق لركوب طائرة الخطوط السعودية إلى المدينة المنورة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الآن على متن الخطوط السعودية الطريق إلى مدينة رسول الله، أسأل الله أن يمن عليكم جميعا بزيارة المدينة المنورة بعد انقطاع عامين بسبب أزمة فيروس كورونا. وجبة الإفطار على متن الخطوط السعودية، وجبة الإفطار بتاعتي بيض. رزقنا الله وإياكم عمرة قريبة. تابعوا باقي الرحلة خلال الفيديو، ابقوا معنا. يا رب العالمين، من الله علينا بالوصول إلى مطار المدينة المنورة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في الطريق إن شاء الله للسير لأخذ الشنط، وبعد ذلك نروح للباص إن شاء الله. مطار المدينة المنورة الآن. الحمد لله وصلت رحلة شعبان رمضان إلى المدينة المنورة. تابعوا معنا باقي تفاصيل الرحلة إن شاء الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلنا مطار المدينة المنورة الآن، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. الباص في انتظار المعتمرين موديل 2021 رحلة شعبان رمضان 1443 هجرية. إن شاء الله تبارك الله كما عودناكم، أحدث الباصات في انتظار السادة المعتمرين. باص موديل 2021. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلنا المدينة المنورة، سكن المعتمرين، فندق زوار العالمي، زوار انترناشونال. والباص اللي نقلنا زي ما صورنا كده في المطار شركة الدار البيضاء لنقل الحجاج والمعتمرين. الباص موديل 2021. اليوم 1 رمضان بالمسجد النبوي. افطار اليوم 2 رمضان بالمسجد النبوي. أشهد أن لا إله إلا الله.
اليوم 1 رمضان 1443 هجرية، نكمل جزء من رحلتي، رحلة شعبان رمضان، باب 20، باب 19. الأجواء بالمدينة المنورة أجواء ممتعة، أسأل الله لكم أن يرزقكم زيارتها قريبا. باب 18، في طريق العودة للفندق. زي ما قلت قبل كده، السكن في فندق زوار العالمي، اخدكم في جولة من ساحة الحرم الى الفندق، بداية الشروق في المنطقة الشمالية، وفرش ساحات الحرم بالسجاد طبعا الأخضر الجديد. في صلاة التراويح بيكون العدد مكتمل. مركز طيبة التجاري للأسف حاليا المحلات مغلقة فيه. أجواء شروق الشمس في المسجد النبوي ما شاء الله تبارك الله كما ترون. مش عارف الكاميرا مصورة الوضع كما ينبغي أم لا. طبعا دي دورات المياه. باب 330، مفترض باب 18 قديما. الباب اللي انا خارج منه دوت لسه مفتتح اول رمضان، خلال شهر شعبان كان الباب مغلق. الممر ده من الممرات المشهورة بين فندق اجنحة طيبة اراك واجنحة المجيدي اراك. طبعا الاسمين اتغيروا. أمامنا فندق الروضة رويال إن، إن شاء الله تبارك الله موقع متميز، وفندق العقيق المدينة طبعا مشهور بفندق ميلينيوم العقيق من الفنادق الخمس نجوم. زي ما قلت كده في بداية الفيديو، أنا بنقل لكم اليوم واحد رمضان، فندق واجهة طيبة زي ما قلنا قبل كده كان إيلاف جراند المجيدي، وقبله أجنحة المجيدي أراك، حاليا فندق واجهة طيبة فندق العقيق. يعني أنا هقطع الفيديو عشان ما أطولش كده على الإيه، على الفيديو بتاع الرحلة، ونكمل أجزاء من الرحلة إن شاء الله. تابعونا. يعني باب الملك فتح أهو، وكله يلقى نظرة الوداع. يلا على اليمين أهو، كله يبص كده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آخر لقطة للمسجد النبوي، المنطقة دي قدام باب 25. فندق الساحة، فندق الصالحية، وبعدين فندق الحرم. طبعا فندق الحرم مغلق، هنشوف فاتح ولا لا. للأسف مغلق فندق الحرم.
الحمد لله رب العالمين، وصلنا ميقات أهل المدينة، مسجد أبيار علي، برحلة شعبان رمضان، اليوم 3 رمضان. تابعوا معنا باقي الرحلة إن شاء الله. من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، نزلنا في استراحة ساسكو، من الاستراحات المشهورة وأشهر ما يميزها وجود مطعم البيك بها. إن شاء الله ننزل استراحة كده ونكمل تاني. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلنا مكة المكرمة، فندق رمادة 4 نجوم أمام فندق الشهداء، وفي الطريق الآن لأداء العمرة. شارع أجياد الآن أمامنا، واقف الملك عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. بيصلوا الآن التراويح، اليوم 3 رمضان، تابعونا. اليوم 4 رمضان، إفطار المسجد الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله. اليوم 5 رمضان للمسجد الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله. اليوم 6 رمضان للمسجد الحرام. أشهد أن لا يوم الجمعة 7 رمضان، فندق موفنبيك هاجر، رحلة شعبان رمضان. افطار اليوم 7 رمضان من سطح المسجد الحرام. افطار اليوم 8 رمضان بالمسجد الحرام، شارع أجياد. ما لحقتش للأسف أكون في الحرم رحلة العمرتين دخلت مكة، الحمد لله تم الانتهاء من التسكين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. افطار اليوم 9 رمضان بالمسجد الحرام، آخر يوم في عمرة شهر رمضان. رب العالمين، الباص وصل اليوم 10 رمضان للمغادرة، نسأل الله التيسير، أمام فندق ماريوت. تابعوا معنا باقي الرحلة.
الحمد لله رب العالمين. الآن على طائرة الخطوط السعودية في طريق العودة من جدة إلى القاهرة، بعد أن من الله علينا بعمرة شعبان رمضان وأداء العمرة في رمضان. تم نزول الوجبة كما ترون، خبز وعصير وحاجة ساقعة جديدة بصراحة، يعني ما كنتش بطلب، بس طلع معتمرة جنبي كانت بتطلب حاجة ساقعة فنزلوا لي كنزة اهوت، والماء المعدنية طبعا. الوجبة الرئيسية لحم وطبعا حلويات وقطعتين جبنة اهوت. طبعا دي كانت نهاية رحلتي في عمرة شعبان رمضان، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. حبيت أبين لكم كده الرحلة كانت ماشية إزاي. أتمنى لي ولكم أن لا تكون هذه آخر الرحلات، وأن يمن الله علينا بالعمرة مرارا وتكرارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.